يهتم العمانيون بزراعة الثوم، و ما شاء الله خاصة هذه القرى العمانية تزود السوق المحلي بالثوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم ويوفقهم. نحن الآن في مزرعة المحيدث، طبعا مزروعات الثوم، مزروعات البصل من الاهتمامات التي يعتني بها العمانيون. كالنخلة مناظر جميلة رائعة، والحمد لله رب العالمين. بلدة سيق من الكامل والوافي، من البلدات العمانية الجميلة. اليوم فريق الهاجر للمشي الحر يقوم برحلة مشي في هذه البلدة الطيبة، الحمد لله رب العالمين. هذا المكان جنة من جنان عمان. ما شاء الله مزرعة المحيدث بجانبها هذه البحيرة أو هذا المكان، المجمع المائي في هذا الوادي من بلدة سيق من الكامل والوافي. وهنا ما شاء الله هذا المبنى. الأخ محمد، هذا المبنى مال إيش؟ بقيه. لأن الساق لاحظه بالصاروخ. تفضل. هذه الجازرة. الجازرة هذه. أيوة. نعم. هذا كان ماشي الساق ما موجودة. نعم. الناس كان تجيب ثور وتيزر بالدلو. بالدلو. أيوة. وكان ساق سيدة. ما شاء الله. هذا قديم شوف. أها. إيه هذا الساقي الآن. وكان تطليع الماي عن طريق الدواب. أيوة. بالدلو يا. ساير جاي. أيوة ساير. ما شاء الله هذا النظام الآن التغى. أيوة التغى. ما شاء الله. جزاك الله خير، بارك الله فيك. إذا كان الناس من هذا المكان طبعا يحمل الماء بالدلاء ويسكب هنا، وهذه الساقية تمر هنا. وين كان يمشي الثيران؟ يمشي هنا. هذه هنا كان يعني المكان اللي تمشي فيه الدواب. هذا الأخ محمد يشرح لنا عن المكان، تعطينا الفكرة. الأخ محمد، هذه كان الجازر، كان فلق ما موجود، الساقة ما موجودة. كانت ما موجودة. نعم. فكان طريقة. ايوه كانت طريقة من هنا يطلع الماي من هذا المكان. أيوة. ويسكب هنا يصب. هو موجود الساق، لكن كان وهذا الساق هذا له قديمة، لكن احيانا في وقت الصيف. نعم. يبس الماي. نعم. يستخدم هاي الوسيلة الثانية. جزاك الله. هذه جبات السلة. السبلة. السبلة. ما شاء الله جبات السبلة. هذه جبات السبلة من سيق من الكامل والوافي. جبال جميلة ومنظر ما شاء الله رائع. هذه الإطلالات، نحن في هذا المكان وتلك البلدة جميلة رائعة، الحمد لله رب العالمين. مكان الشيخ سجلت في مكان جميل، ولا حقيقة أنتم تعيشوا في جنة هنا. الحمد لله ما شاء الله. هذا إيش اسم هذه الجبات السبلة؟ هذه جبات السبلة. جبات أو مسمى كذاك، هذا بالنسبة لمكان هذا من أوائل يعني. إيش طريقة رفع المياه كانت هنا؟ كان بالدلو، هذه الجازرة يسموها الجازرة. أيوه احنا يعني كان قبلنا. نعم. أنتم ما لحقتوها؟ لا ما لحقنا. يعني كانت هنا مثلا الدواب. أيوة. سكن الله يكرمك بالثيران او بالحمير. ايوه بالثيران والحمير. الزاقه هنا. الزاقه هاي زين. نعم. ويطلع الماي هذا بالدلو. نعم. وشو بركه الماء بالرغم من صعوبه تطلع الماء، لان كانت تزرع هذه الاماكن. هذه بركه الماء الحمد لله، يعني بقول لك ان ما يعني ما تنصع نادرا يعني قليل يعني. أيوة. وهذا المكان ايش اسم هذه المزرعه؟ هذه مزرعه المحيدث. المحيدث والفلق مسمي على اسمها؟ هذا هذا فلق المحيدث. نعم. الاخ حمود من فريق الحاجر المشي الحر، رئيس الفريق. ما انطباعك وانت ترى هذا المكان؟ والله شوف قريه سيق جيتها من قبل مره واحده. نعم. وزرت السبت ايضا، السبت يمكن بعدها بخمسة كيلو. نعم. صدق. اكثر من مره، بس أصمني المكان هنا كثير يعني. واللي يميز ايضا القريه هذه وادي حاور. او هو طبعا يسموه هنا وادي سيق، لكن الاصل جاي من وادي حاور. نعم. وادي بني خالد يقسم القريه الى قسمين. قسم القسم العلوي المرتفع هذا في فلقين. نعم. فلق ابو بعره وفلق الكبير. نعم. والقسم الثاني في فلق المحيدث. وفلق الباطن. وفي الباطن بعد؟ ايوه. هذه معلومه عند الاخ محمد طبعا. نعم. سكان جميل. المنطقه فيها فلق ايضا اربعه افلاق يعني. فلق الباطن الرابع. وكل الافلاق الحمد لله نشطه. الحمد لله. الحمد لله. نعم تفضل. نعم. والمكان انا اشجع فيه للسياحه. نعم. حتى السياحه العائليه ممتاز جدا. اعود لك الاخ محمد، اللي يزور هنا ما هي نصيحتكم له ايضا؟ ما هي توجيهاتكم له اللي يزور هذا المكان؟ والله احنا عندنا شوف البرك المائيه يعني، لكن اللي بيزورني يعني ما يروح يعني. صعب واحد يعني واحد كبير يسبع في البركه المائيه، صعب عليه. عميقه يعني. عميقه جدا. عميقه. ويمكن طينيه ايضا تمسك. ويمكن طينيه. ايوه. لا لا في طينيه اصلا. طينيه. أيوة. يعني ايضا يتعرض. أيوة. الانسان يمكن تمسكه. لكن يجلس على جنب
يستكشف المناظر الطيبة ويروح يتمشى داخل النخيل. يعني مكان روح راحة نفسية أصلاً. جميل. البلد لاحظها الوادي شاقنها من نص، هناك سكنة وهنا سكنة. ما اسم ذاك المكان؟ هذه قرية سيق. سيق. وهذا الجانب الثاني؟ هذيك الباطن. هذيك الباطن. أيوة. اللي فيها فلق لوحدة مستقل وكذا. فيها فلق، فلق المحل ثم فلق الباطن. فلق الباطن. أيوة. نعم. ما هي الطرق التي تربط بلدة سيق بغيرها؟ هل توجد من هذا الجانب مثلا طريق؟ لا، شوف في قرية سيق تربطها بالمشي عادي، يعني خمس دقائق أو عشر دقائق من قرية سيق إلى الباطن. إلى الباطن. نعم. وفي طريق ثاني يربط هذا بالجبل. بالجبل؟ أيوة. يربط أين هذه؟ وادي بن خالد. وادي بن خالد ما شاء الله. تقريبا ساعة وأربعين دقيقة إلى ساعتين. ونص كيلو. كم كيلو تقريبا؟ تقريبا ستة كيلو. ستة كيلو. طريق سهل للمشي. لا وعر يعني بالجبل. يعني تطلع وين الجبل ولا الوادي؟ الوادي في من الوادي لكن الوادي صعب. صعب الوادي. بس عن طريق الجبل في طريق معروفة واضحة يعني معروف وصل العيد. وفي بعد في موجود يعني علامات. علامات. نعم. علامات. جميل. ومن ذا الجانب ايش من الاماكن اللي تربط البلد؟ هذا مش هذا محيط، هذا شارع المحيط. في شارع المحيط. أيوه. هذا قديما كان موجود. نعم. لكن بعدين يعني صار في ضياع وخرب واستحدث. جميل. بس هو شارع ترابي يربطكم مع سبت. ايوه موجود. 5 كيلو تقريبا. لا اقل يمكن. اقل. ايوه. وفي بعد السبت في قرى داخليه. في قرية السياق. ايوه السياق. نعم. تابع الوادي بن خالد. وادي بن خالد. ايوه. ولكن نروح لها من هنا. نعم. غير عن سيق. لا غير عن سياق. 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 هنا من الجانب. نعم هذا الجانب. جزاك الله خير. بارك الله فيك. احسنت. شكرا لي مصور. من اسمك؟ تهلان. احسنت. الاخ محمد هذه اثار ساقي كيف؟ ايوه ساقي قديما هذه. ايه ساقي القديمه هذه. أيوة. كانت من هين تجي. نتمر؟ تمر يعني هذا الجانب. كثير يمكن. هذا صباع يعني وهناك تجي وبعدين تروح تربط. تروح هناك هذه قديمه هذه. تروح هناك. اها نعم.